زي كفن تبع الموجة. منذ أول سنة 2021 39 حريق في شهر جوان مع ارتفاع درجات الحرارة، عدد الحرائق هذا أكثر. في الحقيقة اليوم عدنا 7 حرائق، 4 داخل المناطق العسكرية المغلقة، وعدنا حريق مازال متواصل منذ يوم أول أمس بجبل طمس ميدا، وسخرنا له 4 شاحنات إطفاء تابعة لدائرة الغابات بالقصرين، بالإضافة إلى شاحنتي إطفاء تابعة لمصالح الحماية المدنية، وسخرت لنا كذلك مصالح الولاية آلة كاسحة لفتح وتهيئة الطرائد النارية. بالنسبة لمنطقة الهشة في سبوح جبل السلوم، تم التدخل كذلك بتوفير شاحنة من طرف مصالح الحماية المدنية، مدعومة كذلك بشاحنة من طرف دائرة الغابات، وتوفير آلة ماسحة بعد الاخطار على المتساكنين. بالنسبة لمنطقة بيرينو، عدنا حريق كذلك في منطقة بيرينو نتابع عمادة تالا، تم السيطرة عليه بنسبة 95% الآن بصدد إطفاء الجيوب النارية، وإن شاء الله ما تتقواش الريح ونجم نواصل المجهودات في إخماد الحرائق. المساحات الغابية هذه سيام المساحات الغابية إلى حد الآن، المساحات الغابية التي وقع تعدادها تقدر بحوالي 114 هكتار، دون احتساب المساحات الغابية الموجودة داخل المناطق العسكرية المغلقة.